المباريات ما غتكونش سهله على الفرق المتباريه. تلعبات الكره الفريق نسمه سطاتيه، نسمه سطاتيه حمود اليعقوبي في التنفيذ، كينفذها ارضيه عند العزوزي، عزوزي صاروخ حمود اليعقوبي طويله، هدف! والحكم، الحكم رفع الرايه ديال الشروط، الحكم يرفض الهدف، رفع الرايه ديال الشروط. ما كانش تسلل من خلال البناء الهجومي، ما كانش تسلل، ولكن الحكم ديال الشرط رفع الرايه ديال الشروط. موعد خرجان زهير عند موعد الحجيوي، الحجيوي على اتجاه حمود اليعقوبي، حمود اليعقوبي توغل ضربة جزاء، والحكم يعلن على ضربة جزاء، ضربة جزاء لفائدة فريق عمل بالقصيري. المدافع حمزة الصروخ يكون موفق، كيقدر هدف، جول جول جول، هدف جميل جدا، هدف ديال اللاعبين الكبار، ضربة جزاء طريقة باش خطفها حمزة الصروخ، طريقة جميلة جدا ديال اللاعبين الكبار، هدف أول، هزيج وتشجيعات متواصلة، حمزة الصروخ يسجل في الدقيقة 46 من المباراة، تعود الحيوية والروح لمدرجات الملعب البلدي لمدينة مشرع بالقصيري، دائما في انتظار نهاية المباراة والصافرة ديال الحكم، ما عرفناش شحال ديال ضاف الحكم، دخل اللاعب الحجيوي موعد خرجان وزهير ابعاد، وفي هذه الاثناء الحكم يعلن على نهايه المباراه، فرحه مستحقه لدكة احتياط فريق عمل بقصري، هنيئا لاشبال السي محمد القرقوري بهذا الفوز المستحق.